يمكن المعتصم انا بحييك مره ثانيه بالتاكيد بقول لك صباح الخير لكل مشاهدينا خير. والحدث السياسي اللي بيشغل الساحة يعني الآن في واحد من الموضوعات المهمة اللي يمكن نقول صدرت فيها اتهام ومذكرة لأحد النشطاء السياسيين في السودان خصوصا في دارفور. نعم الكوشيب يعني يمكن احنا نتكلم عن الجرائم دارفور والبدور عنها كلام كثير ويمكن كلام ما سوداني كلام في العالم. ونحن حنفتح الباب زي ما زيدان فتح لنا الباب نحن حنفتح باب قانوني بابنا الليلة فاتح نعم وحنمشي مع الأستاذ معتز المدني الخبير القانوني والمحامي. نحن مرحب بك كثير أستاذ معتز وسعداء أنك تكون معنا في هذا الصباح. مرحب بكم وصباح الخير وصباح الشروق وصباحكم أنتم حق الناس يشيلوا منه كل الفن. يا سلام الله يحمد نشكرك كثير تحية على هذه الإيجابية. نعم. إحنا زي ما قلنا في حدث سياسي بيفرض نفسه لأحد قادة أحد قادة الجنجويد في السودان في العهد البائد واللي معروف إنه كان تحديدا في الوقت ذاك في منطقة دارفور. يمكن الحدث الفرض نفسه إنه في 9 يونيو هو تحدث عليه إنه سلم نفسه للمحكمة الجنائية واحنا عارفين انه يعني كان اوكامبو في 2007 تقريبا اصدر قرار باتهامه بالجرائم اللي كانت موجوده في دارفور. في البدايه خلينا نعرف المشاهدين بين الاتهام ومذكره الاتهام عشان الناس تعرف لانه دي حياه قانونيه. نعم شوف يا استاذه هو العالم توحد بتاع الثقافه وتوحد انساني. التوحد الانساني ده دلينا لمساله مهمه جدا اللي هو التوحد القانون ده استدعى انه كل الجرائم ضد الانسانيه بالارتقاء الانساني ده لازم تكون في محكمه دوليه تنظر في القضايا دي. بالتالي في 2002 قامت محكمه الجنايات الدوليه. ومحكمه الجنايات الدوليه دي هي محكمه مختصه باربعه او خمسه جرائم محدده اللي هي الجرائم ضد الانسانيه والعدوان الغاشم والجرائم بتاعت الاباده. في نفس الوقت في ثاني الجرائم بتاعت الحرب. الجرائم دي مختصه بها محكمه دوليا لازم تنظرها كلها والمجتمع الدولي كله بقى وحده اجتماعيه واحده بتتجاوز حتى القوانين المحليه والقوانين الاقليميه بتاعت الدول. المحكمه دي بتنظر في حالات محدده جدا اذا كان حصل ارتكاب لاي واحده من الجرائم اللي انا قلتها دي بيبقى هنا المحكمه عندها الحق بتاع الاختصاص وبنسميه الاختصاص النوعي. عندها اختصاص ثاني بنسميه الاختصاص الزمني. الاختصاص الزمني ده في كل جريمه ما بتنتهي بالتقادم حتى لو وقعت ضد الانسانيه او ضد اقليه او ضد اي جهه من الجهات الاثنيه او العرقيه. في نفس الوقت هي عندها اختصاص بالمناسبه دولي كامل لنظر كل القضايا لمن تحال من مجلس الامن او يقوم يحقق فيها المحقق بتاع المحكمه باذن من القاعده التمهيديه للمحكمه. فيبقى المحكمة دي عندها الحق في النظر ده. المحكمة دي لو رأت أي فظايع تمت أو أي تجاوزات تمت حتى من سلطة تنفيذية أو سلطة سياسية بيبقى المحكمة هنا بتصدر أمر محدد بعد التحقيق بتطلع الأمر بتاع القبض. في أوامر ثانية بتطلع من المحكمة في شكل بتاع استدعاء وده بكل أغراض التحقيق. في أوامر لمن يجي المحقق السودان هنا في الإقليم ويبدأ التحقيق الميداني بتاعه ممكن يستدعى أي طرف من الأطراف يجيبه عشان يحقق معه. فالمحكمة اختصاصاتها واسعة جدا قامت للأغراض دي. بالتالي نحن عندنا في السودان هنا حصلت انتهاكات وفظايع في دارفور بشكل بشع جدا. حصلت إبادات لغرة، حصل ترحيل قصري، حصل ارتكاب لجرائم بتاعت قتل ممنهج، حصل اعتداء على بعض الغرة، حصل ضرب بالطيران في كثيره جدا. دي كلها جرائم. كل الجرائم دي هي بتقع في صميم اختصاص المحكمه الدوليه. ليه بتجي في اختصاص المحكمه الدوليه؟ لانه نحن في حاله زي دي او بنأيد لين تمشي للمحكمه الدوليه لانه اساسا القضاء بتاعنا لازم نخليه ينأى عن الصراع القبلي والصراع السياسي. بيبقى هنا نحن لما نقول القضاء بتاعنا ما مؤهل للنظر ما طعن في امكانيات القضاء المحلي. لكن احنا بنحاول ننأبيه. التركيبه بتاعت الهيئه القضائيه في النهايه تركيبه قبليه من جهات اثنيه مختلفه من ناس كثيرين مختلفين جدا لمن تاخذ نزاع فيه الصفقه الجهويه بيبقى المحاكم هنا بيبقى في حرج في نظره او في عدالته
أو في مساس بالحي ضد هذا. بالتالي نحن في حالة زي دي هنا بنستعين بالمحكمة عشان يكون تقوم بدور التكميلي للدور القضائي وتنظر القضائي. طيب من الحاجات المهمة إذا كان في شخص ما ارتكب جريمة من الجرائم اللي أنت تحدثت عنها وتستدعي ذهاب إلى لاهاي ويرتكب جرائم محلية، هل ذهاب يوصل هذه الجرائم المحلية اللي ارتكبها زي ما الآن الموجودين داخل الكوبر؟ والله سؤال جوهري جدا، يعني بنيم عن خبرة كبيرة جدا. فإذا كان المحكمة الجنائية رأت 4 من الجرائم دي تم ارتكابها أو 5 جرائم المحددة دي للمحكمة تم ارتكابها وطلع أمر قبض من المحكمة الجنائية الدولية وبدأت تنظر فيها، ده ما بيسقط أنواع الجرائم الثانية. إذا كان هو قام في نفس الوقت باختلاسات ضخمة جدا، قام بتعامل في النقد الأجنبي، قام بإجراءات حتى لو قتل فردي أو هو قتل مثلا للمظاهرين أو قام بارتكاب أي جرائم تانية، ده ما بيسقط الحق الوطني في إنه يتم محاكمته محاكمة كاملة وطنية محلية. ديك الطبيعة بتاعتها دولية. نحن قبل قلنا المساس بالإنسانية كلها وبالثقافات الموحدة للعالم كله، والعالم كله أصبح مجتمع واحد. المخالفات اللي بتتم فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، الإبادة الجماعية من أفظع الجرائم باعتبار أنك أنت تقصد إثنية محددة جدا في دارفور، سواء كان من من التنجر أو سواء كان من المساليب أو سواء كان من الزقاوة، وتستهدف القبيلة دي بالإبادة أو بالترحيل القسري أو بارتكاب جرائم بتاع قتل بشعة جدا. في حالة زي دي من الجرائم ذات الطبيعة الدولية وليست المحلية. لحماية جماعات. طيب إذا كان يرتكب هو جرائم فردية يبقى هنا العقوبة بتاعتها شخصية، ويبقى المعالجة بتاعتها شخصية هنا بأولياء دم بكذا. صحيح. بتتم فيها معالجة. لكن دي إبادات جماعية. دي إبادات جماعية. دارفور تحديدا في سالح غرب يعني. نعم. كانت في عدد من الجرائم. يا أستاذ والله المحكمة بتوفر لي نواحي كثيرة جدا، غير ما إن تنقلي بالسلطة القضائية المحلية من الصراع، في نفس الوقت فيها دائرة بتاعت ائتمان مالي. بتقوم بكل إجراءات التعويض للضحايا. ودي ما في مقدرة للحكومة السودانية في إن تقوم بها، لأنه ده مجهود كبير جدا. كويس. في نفس الوقت بتحقق له عنصر مهم جدا اللي هي اساسا الترضيه وجبر الضرر بالنسبه للحركات بتاعت الكفاح المسلح، لانه طالبت بالمزله دي. في نفس الوقت بترضي لي الشارع السوداني اللي بيطالب بالقصاص وبطالب بالعداله. واضافه للكلام ده كله، المحكمه الدوليه بتقدر توفر لي بيئه بالمناسبه فيها عداله مبالغ فيها، بالمناسبه فيها طبيب نفسي بيكون مع المتهم، بيكون في فطاحلة القانونيين في الدفاع عن المتهم. المحكمة التمهيدية الأولى ذاتها بالمناسبة بتكون عبارة عن تحقيق. حاليا الليلة غناة الشروق حتقوم تبيس جزء من الإجراءات بتاعت المحكمة التمهيدية الليلة، وبتلقوا فيها في حاجة اسمها الغرفة التمهيدية. الغرفة التمهيدية دي بتمسك القضية بتاعت علي كوشيف ده، بتحقق معاه في النواحي الإجرائية، هل في معقولية لنظر القضية دي؟ هل القضية دي مطابقة للمواصفات العالمية؟ بيشوف الكواليتي بتاعتها وطبيعتها. دي الغرفة التمهيدية. بعد الغرفة التمهيدية دي بحولوا علي كوشيف ده لحاجة تانية يسمى المحاكمة. يعني لا سعني احنا ما بدينا المحاكمة، إجراءات مبدئية. طيب يلا يا أختي شفتي في كالآتي، في محقق مدعي عام بيقوم بالتحري، هو الزول بتاع التحري وبيفتش البينات، وبالمناسبة جاء السودان هنا وكامبو لويس وكامبو، وجاء وعمل التحقيقات بتاعته وبقت التحريات بتاعته مكتملة. لو تتذكر يا معصومي في صناديق كثيرة. نعم. بشيل الصناديق دي ذاتها بوديها الغرفة التمهيدية. الغرفة التمهيدية بتطلع أمر القبض، بتجيب علي كوشيب زي ما وصل، وبتقوم بتحقق معه في سلامة الإجراءات. إذا كان لقيت إنه في سلامة للإجراءات دي متكاملة، بعد ذلك تحوله للمحاكمة. نعم. طيب. إحنا عارفين إنه يعني أوكامبو أصدر مذكرة اتهام لأحمد هارون ولكوشيب، وإحنا الآن بصدد كوشيب، ويقال إنه هارون وعلي كوشيب وعمر حسن البشير وهذا كلهم متهمين. نعم. مطلوبين للعدالة للمحكمة الجنائية. هارون ذلك كلهم مطلوبين للعدالة. نعم. إحنا حنقف في كوشيب وحنتحدث عن إنه هو سلم نفسه. نعم. طيب إذا كان ما سلم نفسه، الفرق شنو بين الإجراءات اللي كان حتتم؟ هو حقيقة هو سلم نفسه؟ يعني برضو في ناس بيقول لك في شكك
كمان يكون ما سلم نفسه، والدواعي شنو لانه في الايام دي برضه يسلم نفسه للمحكمه الجنائيه. نعم، هو تسليم احمد كوشيب كان تسليم سياسي وكان في اجراءات سياسيه متفق حولها لحد ما علي كوشيب وصل للمحكمه. طيب الفرق شنو؟ الفرق الليله اذا كان انت سلمت نفسك طواعيه جيت المحكمه معناها احترمت القانون الدولي. معناه في نفس الوقت احترمت مجلس الامن لانه القضيه دي حيلت من مجلس الامن. معناه في نفس الوقت انت احترمت العداله الدوليه. نعم. قبل كده الرئيس الكيني سلم نفسه وجا واجه المحكمه بالادله والبراهين بتاعته وكان عنده الدفوع بتاعته في انه كان بيدافع عن نفسه وكان بيدافع عن رؤيه محدده جدا وكان للمصلحه العامه تمت بعض الفظائع والتجاوزات وتم تبريره ورجع. احترمت المحكمه جيته ذات. طيب في حاله انه ما يجي تدخل الدوله في تعقيدات ونحن في غنى عنها. يا معتصم احنا بنحاول لسه بالسودان نرجعه للحظيره الدوليه. نرجع للرضا الدولي، نرجع للمؤسسات بتاعتنا، نرفع العقوبات اللي مطلعها مجلس الامن بناء على المحكمه دي. صحيح. دي ترتبت عليها اشياء كثيره. انت لازم تمشي للعداله بيد بيضاء. نعم. وانا اذا كان ما ارتكبت اي جرم بيبقى انا بواجه اي محكمه من المحاكم. نعم. اسعى على استعداد الغنادي اواجه اي امر قبل. نعم. او اي محكمه من المحاكم لانه انا عارف واثق في نفسي. صفحتي. أيوة. بيضاء. نعم. صحيح. لكن كل المجرمين اللي ارتكبوا الفظائع دي حاولوا بقدر الامكان الالتفاف حول المحكمه وعدم وجود للمحكمه ودفعت ثمن الشعب السوداني. نعم. لانه اساسا بموجب الاجراءات مجلس الامن طلع عقوبات ضخمه جدا. نعم. على السودان. نعم. يعني احنا في حصار كامل جدا، في حصار حتى مشكله الادويه دي لانه حصار. صح. الاسبيرات للطيران عند حصار. نعم. في جميع المسائل ان احنا محاصرين حصار كبير جدا وده كله نابع من عدم خضوعنا لقرارات واحترامنا للمعاهدات الدوليه والمجتمع الدولي. يعني زول واحد يمكن يدمر كل البلد. كل البلد. يعني يكفله. نعم. يعني بالواضح كده يكفله. فده طيب ده بيغني لنقطة مهمة جدا. كثير جدا من الناس اللي بتابعونا وبيقروا في الصحف في الميديا عموما بيفتكروا انه تسليم اي مجرم اذا كان سوداني للمحكمة او محكمة العدل المحكمة الجنائية بيفتكروا كأنه مساس بالوطنية. يعني في كثيرين جدا، يعني انا ما دا اقول خارج الشبكة، لكن ما فاهمين انه المحكمة دي هي ذاتها شنو زي ما انت شرحتها قبل شويه، ديل بتقول لهم شنو زي الناس اللي ما فاهمين النقطه دي؟ ديل انا بقول لهم جزئيه بسيطه جدا، ما في اي مساس بالسياده بتاعت الدوله، وسياده الدوله بالمناسبه في المجتمع الدولي بدات تاخذ لها صبغه ثانيه. نعم. مختلفه شديد جدا عن السياده والتدخل وكذا. والتدخل ذاته بالمناسبه في الدول اللي بيمس بسياده الدوله بك تدخل مختلف تماما. بمنظمات وبدراسات وباطر وباوجه ثانيه مختلفه شديد جدا. الليله حاليا في السودان بتلقى في صراع كثير جدا بتاع مخابرات بالمناسبه، سواء كان خليجيه او مصريه او غيرها، لمصالح كثيره جدا بتتعلق بسد النهضه، بتتعلق بالتوجه بحرب اليمن بغيره وبكذا. في مساس بسيادات كثيره جدا تامين، وده مش المبرر. المبرر كالآتي: دور المحكمه الجنائيه دور تكميلي للقضاء السوداني. صحيح. بينأى بالقضاء السوداني من الصراع السياسي والقبلي. صح. ودي مساله مهمه جدا. بالاضافه لانه انت اذا كان تعاونت معه ممكن انعقاد المحكمه بصوره تعاونيه بين السودان وبين ما هو موجود. انت الليله عندك ضحايا ما تقول لي واولياء دم، في فظائع ارتكبت فظيعه جدا بالمناسبه. الليله اساسا بعد ما الحركات بتاعت الكفاح المسلح بعد ذاك الحكومه قامت بتجنيد اشياء ضخمه جدا، والميليشيات دي بالمناسبه تاريخيا كانت موجوده، كل الميليشيات دي ارتكبت فظائع ضخمه جدا. الليله القانون بتاع المحكمه الدوليه بيحقق لي حاجه محدده جدا يسمى مزوليه القاده. الليله انت مزول من التيم في قناه الشروق ده، اي تصرف يتم من التيم ده مزول. انا انت مزوليه. نعم. شخصيه طالما هم تحت امرتك، طالما بيشتغلوا باوامرك ومزول منهم مزوليه. انا اللي بوجههم. ده في القوانين المحليه والوطنيه ما بكون موجود. ده بيساهم في ترقية السيادة السودانية وبساهم كثير جدا في حق المظالم بتاعت الناس المجحظة. بلين ان احنا الجرائم دي تم ارتكابها 2002 لحد الساعة دي ما كان في اي تحقيق جادي. صحيح. كان في تحقيق واحد وما اكتمل بالمناسبة، واضاف لويس اوكامبو للتحقيق بتاعه. يبقى نحن السيادة بتاعت البلد دي في تدعيم ليا لا من يخش التقاضي الدولي وتخش القوانين الدولية
والعالم كله متجه لأنه يوحد القانون الجنائي في العالم كله. الليلة دي 121 دولة موقعة في 2012، لحد الليلة ممكن يكون العدد وصل لحد 200 دولة. الدول دي كلها تغاطرت وتجمعت في أنه يا جماعة دي مسألة إنسانية بعيدة جدا عن السيادة الوطنية وبعيدة جدا عن حق التغاضي في هناك. في نفس الوقت أنا قبالي قلت في اختصاص للمحكمة مكاني وفي اختصاص زماني، في اختصاص تكميلي، وده المهم جدا اللي بيساهم في أنه يحافظ على السيادة الوطنية ويحافظ على القضاء الوطني، وفي نفس الوقت يحقق العدالة للمتضررين حقيقة والمكتوين بين الحروب الأهلية سواء كان في دارفور أو في جبال النوبة أو في جنوب النيل الأزرق. كل السودانيين يعني اللي هم في المناطق دي يعني هم بجد جريحين، مش هسي بتكلم عن الجرح العميق اللي بيكون موجود، لكن يعني في جرح كده في الدواخل للفقد الكبير، لتشتت الأسر، للنزوح اللي كان موجود في كل منطقة كان فيها ضرر كبير جدا وقع من يعني هؤلاء نقدر نقول عليهم هم يعني فرقوا الأسر السودانية. إحنا في ختام الحوار كده حنجي في سؤال مهم جدا، ماذا عن البقية؟ ماذا عن البقية اللي هم مفروض يسلموا للمحكمة الجنائية؟ ومن وجهة نظرك هل هذا التسليم اللي بدأ من كوشيب حيكون في امتداد للقائمة وحيفتح السودان يعني ويقف الحظر المفرض على السودان سواء كان اقتصاديا أو سياسيا؟ ده سؤال جوهري جدا. المجتمع الدولي ده ومحكمة الجنائية دي عنده قاعدة مهمة جدا، قاعدة عدم الإفلات من العقاب. ما حيفلت من العقاب، ما حيفلت من العقاب. التحول السياسي اللي حصل ده بيساهم في انه ما يفلت من العقاب. في رواندا ما فلتوا من العقاب، في كينيا ما فلتوا من العقاب، يوغوسلافيا السابقة ما فلتوا عن العقاب. أكدي تماما التحريات والتحقيقات مع علي كوشيب قد تقود للائحة جديدة أو تعمق اللائحة القديمة. اللائحة القديمة فيها عمر البشير، المطلوب عمر البشير أو المدان عمر البشير، فيها أحمد هارون، فيها موسى هلال، فيها مجموعة من الناس، والقائمة تكاد تكون فيها قريب الأربعين أو خمسين حسب ما أذكر. فيبقى التحقيق مع علي كوشيب يا إما عمق زاد الحكاية مثلا وزاد الأدلة في مواجهة المطلوبين، أو في حالة زي دي أضاف مطلوبين جدد. الحالة دي هي المحكمة حاليا عند نظر في مخالفات علي كوشيب الجنائية، ممكن تتم براءته وممكن تتم إدانته فيها. كويس، إذا كان طلعت أي معلومة من المعلومات دي بتبقى دي معلومات وبينات بتاعت شريك، ممكن تقود لأدلة جديدة وتفتح تحقيق في أدلة جديدة. من هنا حصلت الورطة السياسية، والورطة السياسية في إنه هو ما ممكن يأخذ بأي أقوال. يعني ليلة إذا كان هو حدد إنه معتز المدني المحامي ده جزء أصيل جدا من المزلة دي، المزلة ما بتجيف على كده، بيكون تبعاتها هناك تحقيقات وتحريات وإضافات جديدة للتحقيقات لحد ما تتم الإدانة. فالإدانة ما بتتم بأقوال بتاعت شريك، والإدانة ما بتتم بأقوال بتاعت متهم ضد متهم تاني، لأنه يا إما عايز يدفع التهمة بتاعته يا إما عايز يورط الآخرين معه. فالمسألة دي من الناحية بتتقال في الشارع، لكن من الناحية القانونية بتتم سلامتها بحصانات إجرائية ضخمة جدا لحد ما يقوموا يصلوا للشارك الخطط الدبر النفذ كل الأربعة ديل. نعم. نحن بنحيي كثير جدا الأستاذ معتز المدني الخبير القانوني والمحامي، وإن شاء الله احنا نلتقي في الأيام القادمات لنتحدث عن هذه القضية الهامة والكبيرة. الله يبارك. شكرا لك كثير. صباح الخير.